حرصا منها على ضمان أمن احتفالات رأس السنة الميلادية في بيرو، دهمت الشرطة البيروفية أول أمس أحد أسواق مدينة شيكلايو لمصادرة المفرقعات والألعاب النارية التي تباع بطريقة غير مشروعة في هذا السوق. وبينما كان رجال الشرطة يحاولون الحجز بالقوة على السلع، فجر أحد الباعة الغاضبين مفرقعات من النوع القوي في مشهد نادر يشبه أحد مشاهد الأفلام البوليسية. الانفجار أثار الذعر والهلع في نفوس المواطنين وعناصر الشرطة على حد سواء، وتسبب في إصابة 7 من رجال الشرطة، تم نقلهم إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.